السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعديلات قانون الشهر العقاري تسمح لوضع اليد ومن لديه عقد ابتدائي بالتسجيل. فقرر مجلس النواب تعديلات قانون الشهر العقاري ووافق على مشروع القانون في مجموع مواده، وتضمن المشروع تبسيط وتيسير للإجراءات تسجيل الملكية بالشهر العقاري للتشجيع المواطنين على تسجيل ممتلكاتهم، وهو الأمر الذي سيساعد في تنشيط السوق العقاري. ومن بين المميزات التي ضمتها التعديلات هو السماح لمن لديه عقد ابتدائي أو حالات وضع اليد بالتسجيل. وسمحت المادة 10 مكرر التي تم إضافتها بمشروع قانون لمن يحوز عقد عرفي ابتدائي لعقار أن يقوم بتسجيل ملكية العقار الذي يملك له هذا العقد، بشرط أن تكون الحيازة هادئة مستقرة بحسن نية لمدة 5 سنين، مؤيدة بإيصال كهرباء أو غاز مع العقد الابتدائي. وبالنسبة لوضع اليد، سمح القانون بتسجيل حالات وضع اليد بشرط أن تكون حيازة هادئة مستقرة لمدة 15 سنة. ونصت المادة 10 مكرر على يجوز أن تشهر الوقائع التي من شأنها إنشاء أو نقل أو تغيير أو زوال أو تقرير حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية بطريق التسجيل، ويعد من هذه الوقائع في تطبيق أحكام هذه المادة الحيازة المكسبة للملكية وفقا للأحكام المادة 968 أو المادة 969 من القانون المدني، أو الحيازة المصحوبة بسند ولو كان عرفيا لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ نشوء الحق إذا كانت بحسن نية حتى التسجيل. ويترتب على عدم التسجيل عدم الاحتجاج بالحقوق المشار إليها قبل الغير من حاز منقولا أو عقارا دون أن يكون مالكا له، أو حاز حقا عينيا على منقول أو عقار دون أن يكون هذا الحق خاصا به، كان له أن يكسب ملكية الشيء أو الحق العيني إذا استمرت حيازته دون انقطاع 15 سنة. وبهدف مشروع القانون أن إلى إنهاء أزمة التسجيل العقاري والقضاء على ظاهرة صعوبة وبطء التسجيل العقاري والوصول إلى طريقة تسجيل عقاري تنهي حالة عزوف المواطنين على اتخاذ إجراءات الشهر وصولا لتسجيل الملكية العقارية، بالإضافة إلى القضاء على معوقات الاستثمار العقاري ومنح البيئة الاستثمارية استقرارا دائما بحصر الثروة العقارية، وكذلك القضاء على ظاهرتي السرقة والاستيلاء على العقارات، وكذا غسل الأموال وتغيير الرؤية السلبية نحو إجراءات الشهر من خلال اتخاذ بعض الإجراءات الميسرة، فضلا عن تفعيل مواد الدستور فيما يتعلق بحماية الملكية وإحالتها للنيابة العامة المختصة. دمتم في رعاية الله وأمنه، وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.